هنبدأ نتكلم على المجالات بتاعتنا، مجالات استخدام الاستبيان. طبعا في مجالات كتير جدا جدا او كثيرة لاستخدامها كأداة لجمع المعلومات او جمع البيانات او جمع الاشياء المراد جمعها ان شاء الله بإذن الله في البحث او في اي بحث ان شاء الله. ايه المجالات؟ اولا في اول مجال عندي مجال دراسة الرأي العام. انا عايز ادرس مجموعة من الأنشطة مثلا الاجتماعية، مجموعة من الخدمات الاجتماعية او الصحية او العلمية او التوجيهية، حاجات اللي بتقدمها المؤسسات الحكوميه او الاهليه، حاجه مقدمه للراي العام. دراسه المشاكل بتاعتهم، اتجاهاتهم النفسيه، الامور دي كلها باذن الله تعالى انا عايز اعملها عشان ابني عليها مشاريع، ابني عليها خطط مستقبليه، فببدا اعمل استبيان او استبيان عام على الراي العام لمشكله ما، لظاهره ما، فببدا اعملها. فاول دراسه عندي اللي هي مجال الراي العام، طبعا عندي مجموعه كبيره ممكن بالالافات والملايين واقدر اعملها ان شاء الله باذن الله على المجال. فده اول مجال من مجالات استخدام الاستبيان. تاني مجال عندي مجال السياسه. خلاص الناس هتقول لي الراي العام هو في داخل سياسه، المجالات كلها هتلاقيها داخله متشابكه مع بعضيها، بس ساعات بيبقى في نقط حصريه لهذا المجال. نقط حصريه لهذا المجال بمعنى ايه؟ بمعنى ان السياسه في بعض الحاجات، الامور السياسيه مثلا، بعض القرارات، بعض الامور الحساسه، بعض الحاجات اللي انا عايز انهيها، مثلا مواطن بيتعامل مع جهه حكوميه او جهه سياديه ما، وفي بيروقراطيه في الخطوات، فعايز اعمل استبيان على هذا الموضوع، عايز اعرف ايه الحقائق، عايز اعرف ايه البيانات اللي احتاجها عشان اطور الاجراءات بتاعتي وهكذا. تمام، حاجات مثلا خاصه جمع بيانات عن المدمنين، عن المجرمين، حاجات سياسيه عشان قضايا سياسيه مثلا او عسكريه وهكذا. فده تاني مجال عندي، مجال السياسه، قريب من الراي العام، بس الراي العام هيخص حاجه اجتماعيه اكتر منها سياسيه او داخله في الايه، في السياسه. مجال الاعلام والرعايه والمجال الاقتصادي برضو، حاجات اعلاميه، قناه معينه عايزه تعرف مثلا استبيان عن البرنامج بتاعها او عن انشطتها خلال العام مثلا، الرعايه الصحيه مثلا، المجال الاقتصادي، مشروع ما او حاجه قوميه قايمه ما على الاقتصاديه. خلاص فتبدا نشوف الموضوع ده ماشي ازاي. كل ده طبعا معايا اللي اعمل بعملها لها، عندك مجال الاعلام، الرعايه، المجال الاقتصادي، فكل ده اقدر ابني عليه زي ما انا مديكم بعض المواضيع كده، زي الفنادق والشركات السياحيه، المستشفيات الخاصه، بتبدا تعمل استبيان للمرضى او للناس المستفيدين منهم، بحيث اللي تشوف نسبتهم الخدمات صحيحه، نسبه الرضا، نسبه عدم القبول وهكذا. فده المجال الثاني. المجال التربوي النفسي، وده اللي احنا شغالين فيه الناس التربويين يعني، والناس اللي شغالين في علم النفس والحاجات دي كلها، اللي فيه استبيانات او استبانات بتتعمل على المدارس والمعاهد والجامعات وكافة المؤسسات التربوية، علشان بتساعدني لعلاج بعض المشكلات التربوية في البحوث التربوية والنفسية والاجتماعية. ودي بنشوفها طبعا كأداة جمع مشهورة جدا في رسائل الماجستير والدكتوراه او مشاريع التخرج في مرحلة البكالوريوس او في مرحلة الماجستير وهكذا. فده المجال اللي منتشر برضو معايا. تمام، المجال الاجتماعي، المجال الاجتماعي قريب برضه من الرأي العام. احنا بصوا هتلاقوا الدنيا كلها قريبة من بعضها، بس المجال الاجتماعي ده بيخص بقى مجتمع ما لعاداته وتقاليده، بيخص في أعراف سائدة في المجتمع وهكذا، وده خاص بالناس بتوع علم الاجتماع والحاجات دي، علشان يقدر يدرس بقى نسب الطلاق والزواج والفقر والانحراف، ولو استخدمناها ممكن نستخدمها في الجانب السياسي والجانب الرأي العام برضه، لنظرة الناس للمطلقين أو المطلقات، نظرة الناس للانحراف وهكذا. فهتلاقي كل المجالات مرتبطة مع بعضيها، زي برضه المجال التربوي، أنا بحل مشكلة في المجتمع التربوي في مدرسة ما مؤثرة على المجتمع الاجتماعي، مؤثرة على المجتمع السياسي وهكذا. فكل الاستبيانات، بس كل مجال أو كل متخصص من المتخصصين بيستعملها في المجال بتاعه، فدي مجالات استخدام الاستبيان. طب إيه الشروط العامة لقبول الاستبيان؟ انا عشان اقبل الاستبيان ده صحيح او خطا، ودي بتواجه كتير من الباحثين عندي او الباحثين اللي بنتعامل معاهم او الباحثين عامه في كل المجالات، اللي مش عارف شكل الاستبيان ازاي. طبعا هو في شروط لازم يبقى مراعاه في الشكل، الصياغه الشكليه، الشكل بتاعها، وفي شروط تراعي في المضمون. خلاص هنتكلم دلوقتي الشروط اللي تراعي في المضمون، ودي اهم حاجه من الشكل. الشكل انا ممكن انظمه تنسيقا والحاجات دي كلها، اللي تراعي المضمون اللي انا عندي اهداف للبحث وتساؤلات للبحث وفروض معاه، فلازم الاستبيان بيعكس هذا. مشكله بنواجهها كتير مع الاستبيانات اللي بتيجي للتحكيم اللي احنا بنحكمها، وانا كشخصيا دي من تجارب شخصيه مع باحثين كتير، اللي الاستبيان والمحاور الخاصه بيه بعيده خالص عن اهداف البحث، بعيده عن تساؤلات وفروض البحث. لا، انت لازم تجيب الاهداف عندك تحطها، التساؤلات، الفروض، وتبدا تحلل دول وتطلع على اساسها انت هتجاوب على الحاجات دي ازاي عن طريق الايه، المحاور بتاعت الاستبيان. فدي اول نقطه من الشروط لقبول الاستبيان او لبناء الاستبيان هنقول عليه. تاني شرط اللي يكون الاستبيان قصير مختصر،
تمام؟ ليه؟ علشان المستجيبين ما عندوش طاقة أو ما عندوش الصبر اللي هو يجاوب على أسئلة كتيرة، ودي مشكلة بتواجهنا في أبحاث كتير لما بنيجي نعرضها، تمام؟ علشان كده إيه؟ يبقى ممكن الاستبيان يبقى معاه أداة تانية عشان التنويع ما يحسش بملل. وبعض الناس تقول لك الفترة يعني بيحس بالتعب والملل بعد 15 أو 25 دقيقة من الإجابة، أو 25 دقيقة لما يقعد يركز في حاجة. فدي أول حاجة اللي هي بيقيسها بتوع علم النفس، يقول لك مع بداية الإجابة على الاستبيان من 15 ل 25 بيبدأ بعدها يحس بالملل من الأسئلة الكتيرة والحاجات دي كلها، تمام؟ طبعا مراعاة لوقت المفحوص أو المستجيبين لهذا الإيه؟ الاستبيان. تاني حاجة يوضح الاستبيان بالشكل وينفذ بالطريقة التي ترغب المستجيبين عليه في موضوعه ومحتوياته، تمام؟ يعني إيه؟ يعني أنا عايز أعمل الاستبيان بشكل وتسلسل في الأسئلة وشكله والحاجات، بحيث أجذب انتباه المستجيب، اشجعه اللي هو يجاوب عليها. دي مهمه جدا جدا، نقطه مهمه جدا جدا. مش احط اسئله وخلاص، احط عناوين وخلاص، فبتلاقي المستجيب مش مستمتع وهو بيستمتع. لا، انا عايز اعمل له باستمتاع، فلازم ارتب الموضوع ده تبقى حاجه كويسه. يجب ان يحترم الاستماع عقل المستجيبين، ودي مهمه جدا جدا، بحيث ان الاسئله ما تبقاش موجهه خلاص، ما يبقاش انت بتوحي ليه باجابات معينه. لازم تكون الاسئله او العبارات غير غامضه او غير مضلله للمستجيب، يعني انت مش بتختبره او بتوقعه في الخطا، لا، انت بتدي له استبيان عشان تعرف رايه الصحيح. فحاسب حاول ان انت تخاطب عقله، ما تبقاش اللي انت بتدي له اسئله موجهه زي ما بنشوف في استبيانات كتير وهكذا. توجه اسئله الاستبيان بطريقه لا تتضمن احراج المستجيب ولا تثير تشكك في اغراض البحث. يعني ما يبقاش اللي البحث انت بتحط له اسئله تبين ان البحث ده محطوط ليه، محطوط للي هو اكنه مراقب عليه، حاجات خاصه بالمراقبه عليه او حاجه كده. لا، حاجات اسئله ما يبقاش فيها احراج للمستجيب لما بتيجي تساله، حتى لو هتساله على مديره مثلا كاسئله، ما تبقاش اسئله مباشره، انت ممكن تساله على النظام وليس على الشخص. فدي مهمه جدا جدا، نظام العمل شيء والشخص شيء. معظم الاستبيانات بتبقى مشخصنه، يعني فيها توجيه شخصي، انا بسال على فلان علشان انا عايز اعاقب فلان وهكذا. فلا، ما ينفعش النقطه دي، مهمه جدا جدا. لازم الاستبيان فيه مستوى القدرات ومستوى الترددات. يبقى انت عندك الشخص الفيري جينيوس او المبدع، الشخص اللي على قده وهكذا، يبقى عندك الافكار بتخاطب كل الناس دي كلها علشان كل الناس تفهمها، علشان ما يبقاش عندك اللي انت بتاخد فئه معينه وخلاص اللي مركز عليها الاستبيان بتاعك. في شروط تانيه، الاسئله وعباراتها مرتبه ومتسلسله تسلسل منطقي، وده انا قلتها دلوقتي وبقولها تاني، مناسبه في طولها وعدم وجود حشو فيها، يعني تبقى مختصره. لو احنا جينا مثلا على تقنيه او موقع زي موقع التويتر مثلا، لما بنيجي نكتب 140 حرف فيه، تلاقينا بننتقي كلماتنا بحيث ان هم يبقوا 140 حرف، ننتقي عباراتنا. لازم الاستبيان يبقى فيه انتقاء بكده، بحيث ان السؤال اللي انت بتحطه او الاجابه او المقدمه دي او الحاجات اللي محطوطه في الاستبيان منتقاه بشكل مرتب، بحيث ان ما بقاش فيها حشو وحاجات كتيره تتوه عن الغرض منها اللي انت عايزه منها. تمام. طبعا يتضمن كل سؤال فكره واحده، ودي مهمه جدا جدا. ما رايك في ضرب الطلاب في الصف وحرمانهم من الذهاب للمعسكر؟ تمام، دي كده لا، يبقى ايه؟ ما رايك في ضرب الطلاب في الفصل حرمانهم، ما رايك في حرمانهم من الذهاب للمعسكر الكشفي؟ ده سؤال تاني او فكره تانيه. ما ينفعش احط فكرتين او مع بعض، هتلاقي التايه. طب انا رايي اللي هو ماشي، الناس ما تقولش عليا، لا، رايي مثلا ان هم يحرموا من المعسكر. ليه؟ علشان 1 2 3، يضربوا عشان 1 2 3. يبقى انا هتلاقي الراي متردد، فما اقدرش اجاوب على الفكرتين في سؤال واحد، يبقى فكره في كل ايه؟ سؤال. تتوفر طبعا صفه الثبات، ودي اللي احنا بنقصها، اللي لو انا اعيد نفس، يعني اعيد نفس الاستبيان على نفس الفئه، هيدي نفس النتائج والمعلومات التي اتى بها في المره الاولى، يعني المره الاولى زي المره الثانيه. ودي احنا بنعملها في البحوث التربويه، اللي انا بعمل له صدق وثبات، صدق وثبات اللي انا بطبقه على عينه من العينه المفحوصه جزء منها علشان اقدر اتاكد ان المعلومات بتاعتهم صحيحه. حاجات كتير احنا بنعملها طبعا، مش هدخلكم فيها، والناس اللي عايزه تسال فيها ممكن نجاوب عليها باستفاضه في الجزء ده، عشان ده جزء بحث علمي اكتر منه. يكون الاستبيان صادقا، ان يقيس ما يقصد الباحث منه ان يقيس، ان يسال عن المعلومات والبيانات التي يقصدها الباحث، واضحه في الاستبيان. الصدق والثبات اللي انا لسه بكلمكم عليه، وده ليه طريقه في تطبيقه قبل ما اطبق الاستبيان نفسه. في توجيهات وارشادات قبل ما اصمم الاستبيانات. كل الحاجات دي طبعا الناس هتقول انت بتصدع لنا دماغنا ليه؟ علشان انا لو دخلت في الجزء الالكتروني على طول، الناس هتقول لي طب انا هعمل ازاي الاستبيان وانا مش عارف؟ عشان كده انا بدات بالجزء النظري زي ما اتعودنا ايه مع بعض. توجيهات بقى،
علشان اعمل استبيان او قبل ما اصممه او قبل ما اطبقه لازم اعرف حجم العينه بتاعتي، ويكون العينه مناسبه مع الدراسه اللي هتعقد بتاعتي. لازم العينه مناسبه، ما يبقاش اختار 10 وانا محتاج 20، محتاج 30، او اهدافي للبحث محتاجين عدد كبير عشان يطلع لي معلومات موثوق منها، محتاج 1000 واحد. خلاص البحث بتاعي واهدافه حاطين لي اللي انا لازم اطبق هذا الاستبيان على 1000 واحد، وانا ما عنديش الا العينه 20 30، فلازم انسق النقطه دي. تقدير التباين في المتغيرات التابعه، في متغيرات تابعه في البحث نفسه لازم تكون مناسبه مع تحديد عينه الحجم، حجم العينه سوري. تمام، النسبه المتوقعه لعدم الرد لازم ابقى حاطط نسبه، انا مقدم ل 100 هيطلع لي مرفوض او عدم رد منها مثلا 10، ما ياثروش على النتيجه بتاعتي، فدي مهمه جدا جدا. معرفه مدى مناسبه الاسلوب المتبع في جمع البيانات، فدي نقطه تانية. كل الحاجات دي لازم اعرفها. معرفه مدى مناسبه الاستبيان من حيث التنظيم، التعليمات، نوعيه الاسئله، العبارات والمعلومات لكل متغير من المتغيرات المستقله والتابعه. والمتغيرات المستقله والتابعه دي حاجات كتير طبعا بحثيه، انا بحاول ان شاء الله اجهز فيديوهات خاصه بالبحث العلمي بس علشان الناس تستفيد منه، فهتلاقيني بتكلم في الحاجات دي يعني بتفاصيل ان شاء الله باذن الله. خلاص، وعلشان اتاكد من دي لازم اتاكد على بعض النقط. العبارات خاليه من المصطلحات الفنيه اللي تشكل صعوبه للمستجيب، يعني ما احطش مصطلح معين المستجيب مش عارفه او محتاج توضيح. مثلا انا بقيس او انا بعمل بحث عن الكلاودز مثلا، فاروح كاتب في بعض الاسئله الكلاودز، بعض المستجيبين او بعض المفحوصين اللي هيستوزع على الاستبيان عايز يعرف يعني ايه تقنيه الكلاودز او يعني ايه السيرفيس بتاع الكلاودز مثلا، هيتوه مني. تمام، فهي دي نقطه مهمه جدا جدا، التاكد من عدم وجود دلالات على عدم فهم المجيبين للاسئله او العبارات، ودي مهمه جدا جدا. بعض الدلالات بتبقى محطوطه في الاسئله وانت حاططها في الاستبيان بيبقى عدم فهمه، هو مش عارف. عدم طلب اجابات افراد العينه بطريقه غير صحيحه، ودي نقطه قلناها برضو في التوضيح قبل كده، الاسئله ما تسببلهمش الخجل او يعني تيجي على حته معينه ما ينفعش، لا انا خلي اسئلتي تبقى واضحه وليها شكل علمي لا يؤثر في الشخص نفسه والحاجات دي كلها. تمام كده، الاستبيان بيحصل على معلومات من ذاكره المجيب، المجيب نفسه اللي بيجيب الاستبيان هو بيطلب الاستبيان منه معلومات من ذاكرته، فلازم يبقى دي مراعيها برضه ولازم تبقى واضحه معايا. التاكد من مناسبه الاسئله المغلقه او العبارات في مستوى المجيب، هل تتناسب مع المستوى المستجيب او المجيب للاسئله. مناسبه التكلفه المحتمله والمده، ما يبقاش انا حاطط اللي هي هوزع على 1000 واحد في كذا دوله وانا التكلفه بتاعتي قليله والمده بتاعت البحث بتاعتي قليله، فكل ده لازم اراعيه علشان يناسب معايا الشغل بتاعي. طبعا تسلسل الاسئله وفق ترتيب الفرضيات بتاعت الدراسه، ودي اللي احنا لسه قايلينها من شويه، اللي كل فرضيه واحده للدراسه فهي لازم يكون ليها اسئله او محاور تجاوب على هذه الفرضيه عشان لما اجي في البيانات تقدر تعمل معايا الشغل بتاعي. تمام تمام كده، فدي نقطه مهمه جدا جدا. ترتيب الاسئله لازم يبقى في القواعد منها والبدء في التدرج من الاسئله البسيطه او التمهيديه، فلازم نترك الاسئله الحساسه، الاسئله المحدده ترتيب ليها الاسئله زي ما انتم شايفين، ودي توجيهات عامه كتيره ان شاء الله هرفعها لكم في شكل ايه بي دي اف. هنتكلم دلوقتي على انواع الاستبيانات ان شاء الله تعالى.